واحد الحاجه الله يرحم لكم بها الوالدين. بون شو بيان ريفي ا مراكش، دوك الناس اللي كيبارطاجيو بلاني كنديروا الخبز بيديه، يديه نقى من حياتك، هذه هي الاولى، نقى من حياتك، من يديه في ديك اللحظه كيفاش كانت مغسوله، نقى من حياتك انت، راه ما كتحشموش. وحده باش حط هزه دابا الفيديو ديالي وجالسه كتدعي فيا ومبارطاجيه، بلاتي غادي نسالي لك وغادي نشوفك، غادي نوريك السبان. ما مسالياش دابا، غير نسالي وغادي نوريك السبان، قسما بالله العلي العظيم. اما باقي غادي نصبر لشي وحده وتحط شي تشهير ولا شي سبان فيا، قسما بالله العلي العظيم. الا ما صيفطت تاكل الخبز والعدس انا ماشي غلامور، انا كنقولها لكم. دابا انا بغيت نعرف واحد الحاجه، هاد التعليق هذا اللي كتقول تكتب لي اللي كتبها ليا ديري اللي قالت لعبتك دقه الموسخه، واش امك فاش كطيب لك الطاجين كدير لك اللي قالت؟ انا هادشي اللي بغيت نفهم، ماجيش اللي قالت. الحمد لله يدي نقيه ونيتي نقيه وقلبي نقي، ودوك الساندويتش كليت منهم انا قبل ما نديهم لدوك الناس، كليتهم مع دوك الناس. فنعلات الله يوعي عليكم، نعلات الله يوعي عليكم. اي واحد كتب لي كلمه نعلات الله يوعي عليه، نعلات الله يوعي عليه. ما كديروا الخير ما كتخليو لي يجيو حكه ما نخاف فاش يشدو، ديري اللي قالت. انت كيداي عليا، انا نوريكم شوفوا يدير اللي قالت كيفاش كنت كنفرق الماكله. نادم كيداي عليا سابا بوسيبل، اكبر شاف في الدنيا ما كيطيبش باللي قالت، باسكو اللي قالت هما اعفن حاجه نقدروا نفرقوا باللي قالت، ما غاديش نطيبوا باللي قالت. عافين 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 عافين، كنا عافين كنا عافين كنا حيد انت حيد انت، كنا هنا كنا هنايا كنا هنا كنا هنايا كنا هنا في هذا الطريق. هيا الطريق منين زنا شتي تبرشات عليا، كنا هنا كنا هنا كنا هنا كنا هنا كنا هنا. كما تتابعون هذه شحال التي التقطتها عارفه القناه الثانيه والتي لي غلامور. واحد المعلومه اللي بغيت نشاركها معكم، كيدي هيثم يجي كودا لي ماروك، يعني حنا ما كانش عندي الفرصه فاش نقول هذه المعلومه، بيتيت انتو ما شفتوا الكراتن ديال كودالي. انا جو ترافاي افيك هيثم، مي انا جامي بونسي انني نحط هيثم في الخدمه ولا في البيبليسيتي ولا شي حاجه، يعني بعاد كل البعد على الريزو سوسيو. ولكن جمعتنا بوغ لا بروميير فوا كنتجمع انا وياه، تجمعنا في هذا الخير هذا بمكالمه هاتفيه بغازاغ، ما كناش موجودين كاع. فوالا بغيت نشكر كودالي مغرب اللي كانت من 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 السند الرئيسي لهذه المبادره. ودوما ان شاء الله غنكملوا، فرات لينا ترونسبور لي 4x4. دوما ان شاء الله غنكملوا، غدا ان شاء الله نكملوا وي كومونديو داكشي باش دوما. الوقت اللي الناس نازلين عليا بالسبان وبالمعيار اللي يشفق على حالهم بالحقد والغل، انا كنستمتع في هذا الكرسي هذا العجيب عند هيثم. اش من ساندويتش غنصايبو؟ وجالسه تنفكر في اش من ساندويتش غنصاوب، وغنعاود نحط لكم ستوري حيت غادي نعاود نصاوبو بيديا. غير هو تنفكر في لا غوسيت اشنو بغيت نديرها اليوم. فرقنا 500 ساندويتش
اليوم فرقت 500، غدا ان شاء الله نفرق 1000. فحبيبتي وفري على نفسك، لانه غدا غادي نلبس عليك لبسه في الخزي، ما بقاتش عجبتني في النوار. شوفوا البلاصيكا، شوفوا عطيت دابا رجليا من فوق باش تعرفوا التصالح مع الذات هو هذا. ما عنديش مشكل حبيبه ديالي، هاد لي يدي هادو شتيهم، هما باقي فيهم اطار، هما باش غادي نصاوب سندويشات غدا. لي غلامور، كلي غلامور، كيفاش ما نزيد نحبكم عباد الله. صاحبتي نينا بريستيج شخصيا، والحاجه الاخت ديالها صيفطات ليا كاميو ديال الخبز من كازا. شوفوا وي، ما قدرش نصبر. صيفطات ليا خبز، شوفوا كاينه تما 500 خبزه، شوفوا. وصيفطات ليا الكاميون طون الخبز، كلشي الحليب. حتى غادي نزيد لكم واش نخصنا. اي سي بارتي، هادي هي اللي بغيت، هادي هي الطوموبيله اللي بغيت الفريح. وي ها حتى الفيديو تاع حنايا هنا غنباتو. حتى غادي نزيد. سمحوا لي البنات، سولتوني جو غوسوا دي ميساج دي زابيل، سمحوا لي انا كنقطع عليكم. قلتوا لي واش محلولين، ممكن يدغسوني مسدودين هنا في مراكش، ولكن لي غون سورفاس محلولين، وتقدروا نتوما تجيو تقداو المسائل ديالكم وتطلعوهم، باسكو عيطوا لي دروكا شي من الميريكان شي دي ميساج. ملي نديروا لا ميساج بالعكس، انا جي بارطاجي باش نقدر نحفز، حيت انا ما نقدرش على دوك الناس كاملين. وهذا كملنا دروكا فاجير الغينيو مع ليكيب ومع الدراري، كل واحد اختار لاطلاش ديالو، وغاجه لداري وخايفه. بون غاجه لداري وهوزمون صحتي معايا ايتو، خايفه خوف غير طبيعي. هاد الوقيته دابا بديت كنحس عاوتاني بداك داك الخوف ديال البارح، جو سي با بوركو، ماعرفش علاش. اون بلوس ماشي بوحدي، مي بلوتو كلنا بزاف اللي دويت معاهم في مافامي، داكشي كي وصلت الوقيته بحال ديال البحر، وبدا تشدنا الخلع. هنايا في مراكش جو سي با بوركو، ما عرفتش واش غادي نقدر ندخل للدار ولا لا. الوغ بغيت نشارك معكم واحد المعلومه اللي ما كنت باغي نشاركها معكم، باسكو ما كناش باغيين نقولوها لبابا. سكو فيكو انا بنت القصبه، والجور ودار بابا من الدار القديمه، وبابا ما باغيش يخرج لينا من القصبه، وعينه فيه نعطيوك برطمان نخرجوك والو. فوالا الناس القدام اللي باغيين ومثبتين مشبت بدارو بصالونو في بلاصتو بيتو الفوق، شق شقات لينا الدار، وحيت دار قديمه، انا بنت الحومه القديمه، دار قديمه، فتشقات لينا الدار. ومنين دروكا صيفط لي بابا تصاور، قال لي هي ما قلتيش لي، قلت نشارك معكم هاد المعلومات. يعني كنت انا بابا يكمل لي فاكونس ديالو، قلت له ما تهزش ليه ما بابا، غادي ناخذ لك دارك، باسكو هو ما كيعيش معايا، قلت له ناخذ لك دار ونبني لك دارك.